والآن مع أخبار الأحوال الجوية. الأحوال الجوية نتعرف عليها من فاطمة. شكرا إيمان، شكرا ياسر، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، الإسكندرية 30-22، مطروح 28-21، بورسعيد 29-23، إسماعيلية 34-22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34-22، العريش 30-22، طابة 36-23، شرم الشيخ 40-27، الغداء 41-26، وجوها الشديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 43-25، أسوان 43-26، الوادي الجديد 43-24، شلاتين 39-26، حلايب 35-26، وجوها حار. والآن استعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.